يا لهوي الله يقلب الحالي. ما في حمد على السلامة. طيب ناس طايشة، خليكم صديقين للبيئة. الله يقلع عدو يا شيخ. الله بسكليتي حمراء. اصبر. بسم الله شباب. والله يعني شوف يعني بدي الحمراء. هلا حظي بيعمل هيك برق اختفي البسكليت. تعرف الماء يعني سر الحياة. ما في شباب ما عندكم عن مفتاح؟ اوه في راديو مسحق 600 ولا ما بحسن بشمه حتى ما اجيبه. زبن بسكليتي هلا بعدين بتعرف يعني محبين الخير كتير بيسألوا لي اياه. ايوه زبن هون. اصبروا جايكم. اصبروا لا تخلوني تكفون شباب. هلا في 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 تقديم. ما هو ما في تقديم بس رايح هون هيك يا اخي. ليه عندنا سريعين؟ انا بطيء. انا شخصيتي كل شيء بطيح. والله خير يا بوي. اجي معه انا معليش عادي. ابشر. استنني يا كابتن يرحم ابوك. يا خوي اصبر دقيقه ثواني. خوي تكفى يا خوي اصبر. 2200 اسمع خلنا نروح نلبس. انت بتروح معي؟ انت مقبول الحين؟ سالته اللي يجرب حظك. انا اللي مسؤول عن التدريب. والله اني ما ادري. انا زي زيه. اذا تعلمنا كيف يعني اي الملابس ملابس راح قطاع. ها ياب 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 منطق. السروال وش يكون؟ المفروض كله ابيض وابيض. المفروض اخر من قدامي حبيبي. اصبر معليش يا اخي صار دفعت كثير. شم 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 شم. عطني عطني. طيب ما اعطيتني شيء. يلا 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 روح 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 روح. صبر افتح الجوال. سوي لي شير. كيف كيف؟ كيف؟ والله يعني شوف يعني لا اتصل عليك وخلاص. عساف صح؟ ايه صح. جاك؟ اجاني. يلا 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 يا فشيل. لحظة صمت. ايه هلا بده قوانين ومدري ايش وناكل كنادر. هلا شوف حظي بعرفه. شان بشيل كيف اجيله؟ كيف ما تتحرك؟ ما يتحرك من مكانه. بعدين ممنوع تتكلم وانت عامل تحية. جا قدامك جا وراك عادي. لا لا مرة الصف مرة الصف. نحن مو قاعدين في الروضة يا شيخ. خلا واقف خلاص. يا عيال الروضة صلوا على النبي. طال عمرك كيف طال عمرك. طيب السلام عليكم اول شيء. هو ما تحكي لا الا وانا عارف ايش بسولف وايش بسوي. ما احتاج يا جماعه الخير احد يقول لي علي وايش اسوي. كلكم مجندين هنا وانا اتمنى منكم يعني تنفذوا اللي نقوله. اذا تبغى تدخل اطفال من النهايه يعني الله يعطيه العافيه. ما قصر وتقبل الله يعطيه العافيه. والله ما قصر شكرا لك. وانا جبتكم هنا وناوي زايد ما هو مطلوب. اللي يملى عليك توي ان كانك تبغى تدخل القطاع وتصير لكم اختبارات كثير وملحقين. ملحقين على مقدر نشاطكم وحماسكم. يا لطيف ملحقين. لا تستعجلوا الامور طيبه. اتركوا كل شيء علينا. انتم بس اسمعوا الاوامر عشان الامور تمشي سهالات والامور تكون طيبه. خلاص خلينا نطول. طيب خلاص انت معي يستلم. هلا بصير محترم سبريكس كل شيء. تحية بس ولوني. الله يخليكم. بدنا اكشن من البداية. روح نقل الموتى هاد. ايه بدنا رحلة. الله كملت الرحلة. يا سلام انت ايش هذا عم تجيبه من واحد بواحد بالقطارة يعني؟ يلا لا 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 العب. انا بدي اطلع بالمروحية ماني دخل. ايوه يا سلام يا سلام سلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. هذول بن عدمون. صل على النبي. شو صلى ان شاء الله. الحو الحو بجيب لك اياه بس انا بطيء. مش سير انت عارف شخصيتي دب. والله انت امر امر تاكل تمر. هاي اختبارات جسديه وعندكم اليوم ثلاث اختبارات. اراد مشاك قاعد اتكلم يا اخوان. اي عندكم ثلاث اختبارات. شوف حتى عادي مكتبيه يعني فيك تقول زي الورقيه بس حتكون عباره عن اسئله. ايوه اتلينا هوا ان شاء الله انه جميعكم مقبولين باذن الله تعالى. باذن الله لكن هذا يعني ان شاء الله على اجوبتكم وتصرفاتكم جهازيتكم وكيف هي اجوبتكم. اتمنى من الجميع ان شاء الله يعني الحمد لله الاجوبه زي وجهي بالصف. اتاكد على اكلك وشربك. ما نبغى اي حد يسقط فجاه. حياة صعبة يا دارك. يلي يا وليد ناقصة شيء يكلم الشباب اللي عنده من قطاع راح وما راح يقصروا معاكم. هلا هلا يا وليد يعطيكم العافية. ما احتاج مشاكل. اختبارات مجال اختبارات الاس بي دي ولا مختلفة؟
اهلا. طيب شوفوا المجال، انا اللي المجال الاسئله والاختبارات يختلف عن الاس بي دي اختلاف كامل، هذا واحد حلو. هل هي كويس؟ اثنين يا سلام. اثنين اللي مفكر حاله داخل عسكريه مثل الاس بي دي راح تطلع تقعد بكره تباشر دوريات وما ادري وشو، انسى الكلام هذا، ما هو موجود عندنا، ما اقدر اقول لك. تلميحات تلميحات، اعطينا الصوره. لانه لانه لما 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 انت تدخل ويسالك شو اسمك، معالي عنده خبرات كافية إنه أول ما يسمع اسمك وتقول مثلاً إنه اسمك كذا. ترينا هوا يا حمد. أسئلة خاصة فيك أنت. Let's go. قصيدة. وضحت. عرفت يا أرثر، هاي الرتبة اليوم راح نسلمها. افلم يا معلم افلم، بس ادخل افلم. شغل مخ. بس غالباً الاختبارات اليوم كامل إن شاء الله. انتظر يا إخوان. رتبة رتبة. الله يسعدك. الله يسعدك. مالي مالي. ولا من جنبه. الله اعطوني دولار. الله اكبر. ليتس جو. الحمد لله تغيرت حياتي للافضل. شو اسوي الدولار انا بس دفهم؟ خليتوني اصرف ال1000 دولار كلها على اشياء بلا طعمه. العموم استعد يما. استعد انت يا حلو حلو. الباي برا باي برا. جميل على القطار راح. حلو نايمين ها؟ اطلع. شو اسمك انت؟ متى تستعد انت؟ نايم النايم. ما حد عارف يستعد ها؟ استعد 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 ليش ما تستعد؟ حد عم يضربه بامس. حد عارف يستعد صح؟ لا والله بدري. الا بدري بدري بلا ليتس جو بدري ليتس جو. هذا لسه لا والله كل اللي تاخروا رفعوا له ساميهم ها؟ ما حد بيعرف اسمي. سريح سريح. السلام عليكم جميعا. عليكم السلام. 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 واحد مليم. حياكم الله جميعا. الله يحييك. الله يحييك. ترحيب المطر. ورو رو رو رو. زين استريح استريح الباقيين استريح. الحمد لله. استريح. روح بيت الامر. الله يديمها ان شاء الله. الله يديم. الله يسلم. ها كيف معنوياتكم؟ ارتفع. شوي مو كثير. الاختبار بشكل كامل راح تشوفوا هنا عندكم القبول والرفض. اللي يرفض الله يستر عليه، واللي ينقبل يا هلا يا مرحبا فيكم كلكم بين على وقالوا في قطاعكم، وان شاء الله انكم عاجل. انا نبلت نبلت ما نبلت بروح بشتغل بالصدقه دون الواجب والامان اللي عليكم. الله يكتب اللي في الخير يا طويل العمر. يا ريان كل واحد يعرف بنفسه ونعم فيه كل من موجود هنا. مالك زود مالك زود مالك زود مالك زود مالك زود سعيد العلي. العموم الله لا يهينكم يا اخوان، انا بقرا اسماء، الاسماء اللي بقراها احتاج لكل عندي بس عشان كلكم تسمعوني يا اخوان. اطلعوا من الصف عادي، اطلعوا من الصف يجي يا اخوان. ام علي اطلعوا من الصف تعالوا عندي عشان اخواني اللي بعيد الله لا يهينكم. روح 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 روح. يلا 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 بس جيبوا جيبوا للناس من هناك الجميع يضم. طيب يا اخوان انا بقرا حاليا عليكم اسماء متنا اللي بيسمع اسم الله لينكم وجه الدار جميع يا ضم عد ستيف ان شاء الله. ابشر ابشر ممتاز. حسين ادخل انا. الله لا يهينك. ايش اسمه الاشخاص اللي الداخل تاكد من اساميهم ما يدخلون. خلاص تم. منطقي والله الله لا يهينك. بس بالناس يعني صح يا ستيف انت تسوي قدام الدبل تحيه راح يدخلك على طول. في احد يناس مريان؟ لا وين هاي بقلعك. اطلع برا ما في الا انا بس برا. اطلع اطلع الحمد لله اسمه سعيد. اطلع 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 اعدم اعدم اطلع اطلع. صل على النبي صل على النبي. طيب يا اخوان شخصا ما بس العموم ركز معي الله لا يهينكم. معك هول يا شباب هول يا حين طالب. شوف الماشيه نفسك. طيب بسم الله. عراب الحربي اسم استارح استارح عراب الحربي تداخل نفسك اي شيء. راجعت البودي كام حقي على الاسماء اللي تم ذكرها الحين. البقيه يا اخوان انتم ما قدمتوا عند بالرستوف. بالرستوف هو برضه اخذ الاسامي وكلمنا قلنا اول ما يكون في اماكن شغله علي ثابر موجود. ايوه يب بس طويل العمر ممكن تسمح لي بكلمه بس سم. صحيح سعود سعود الصالح كان موجود في عسكري جاي سجلنا من داخل الغرفه
سجل بعض الاسماء وطلع وما وبعدين جونا في الاخير قالوا خلاص اذا جاء الان تعال الغرفه اللي جوا صح انا جيت وسويت انا بمشي معهم سايح علي عندي سايح علي عندي واخذ مني اغراض واسال ما عندي اغراض هو بدخله خلص حتى انا كمان كنت موجود صحيح صحيح وانا اسمي يا سيدي سعود الصالح اكيد انه ما ماشي يا مدير يا رب بس ما نتمند نعم فيكم جميع اخبار طيب انا بتاكد مره ثانيه من الخائم بس اعطوني دقيقتين وبرجع لكم الهدوء طيب يا سيدي رقعت شطرنج فرطت الحين هذه صدق ولا والله اني ما ادري كيف شعر ابيض انا ايوه هو ارثر هذا صدقيه ولا اصبر اشوف شدتني من بعيد ادري صدقيه ولا لا لا ما شد حتى باروكه 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 خاف يضيع جوا ما يتكلم مسوي فيها ما يدري الهيبه يعني عرفت عمي قفط ماك ترى لا تسوي فيها هي. يا اخي ما مو مدخليننا يلعن ام التكبر ما ادري عنهم يعني عشان وجهي طويل فدا الوطن انا انه وجهي مربع واقف واقف لا حد خلاص راح ادخلك يلا يلا تعال يا ارسل يصرفنا يصرفنا والله يصرفنا يب يب اخش حمام واطلع اي بخل واقف سبعه جالي بلاغ سبعه اي واحد يدخل حاليا الباب وراي قدامي انا قاعد اتباوع شوفوا اي واحد يدخل 10000 سجل او سجل جنائي يلا طيب بالله يا طول العمر جالي بلاغ هسه حاليا اقدر اسوي اي واحد بلاغ من مين طيب بلاغ من مين بالمعالي سايكو هو الاسوي الاعضاء يلا اي واحد يدخل هسه تحلف طيب اقسم بالله اني ما اسمع احد فيكم والله انا مستجد امرين انه ما طببكم ايش دخل امي يعني ما لي دخل على هذا امر انا هسه اصلا جاي لامر اي واحد يدخل لي جوا سجن صدق لا يا حبيبي هالي مالي دخل هالي مالي دخل افتهموها افتهموها انت متبارك كبار كل واحد ما شاء الله عمره فوق ال 18 هذا امر امر ما يصير واحد يرفض هذا الامر كان هو عسكري انا ما اسمع عرض للمحاسبه اصلا طبيت لي جوا جيت اتعرض للمحاسبه ريال ارحم والديك ريال انا راح التحق راح استقيل شوفوا موضوع ذولك كرهوا حياتي ما يخترعون له مرفوضين الكلام واضح صح انا ما راح اعيد الكلام بحال انك تجاوزت اسمك مو موجود راح تتحاسب انت مشكله قام يسبوني يا عطني واحد اسمك لا لا, لا ما حد شبك ما حد شبك يا عسكري يا اخي في واحد اسمه ما ادري ايش صالح هنا قبل شوي دخلتوه قدم قدم انت كيف صالح دخلتوه ليه وسط دخلتوه مش مكتوب لا لا اكيد لا مستحيل لا صارت والله صارت تاكد طيب تاكد تاكد وين وين جاء عسكري وين جاء عسكري وين اكيد انه اسمه محطوط لا لا مو موجود اسمه مو موجود ايش دراك ما ذكر اسمي عسكري انا عندي اثنين اخوياي انا عندي اثنين اخوياي لا انا ولا هم تسجل اسمنا لا تسجل يعني انت تطلع خبرتك احسن من العسكري اللي سحب الرجال اخي كلنا سامعين الاسامي ما سمعنا اسمه يب اي وسطات انا بس يب يب ما اعرف كيف وسطات اعرف تعرفني عشان تكون في وسطات ما تدري يمكن يمكن انا اتكلم انا اتكلم بنظام القانون اللي يطبق علي يطبق عليك ايش يا وليد ما فهمت النظام نظام عندي سلمك الله اللي يطبق علي يطبق عليك اما تقول لي نظام واسطات ما انت ملزوم صحيح يا الاسمر مو ما انا ملزوم انا ما اعرفك ولا تعرفني كيف احط واسطات لا لا عسكري خلونا من نظام الواسطات الان ما عاد على كلام انت على كلام اللي قدام انا ارد عليه الله يهديك اسمع تفكر رجال يا باطن اساله اسعافات ابغى اسعافات غير صحيح اسمعني يا قلبي الاسمر انت اللي قدامي ترى موضوع الوسطات ما الوسط ما حيفيدك ولا الحين دخل انا ولا انت خلينا ناخذ الزبده من الرجال اللي قدامنا ذا وخلينا نتوكل على الله لان وقفتنا ما لها داعي اليوم اعطيتكم الزبده مو كل يوم في مثلا اوقات وهيك تقول لي نظام وسطات انا ما اعرف ولا تعرفني تقول لي وسطات انا اي على اساس معليش معليش لا معليش الكلام هذا ترى يدينك انت يعني اول شيء يعني كيف تقول لي الكلام هذا هو الحال احمد الخل انا اقول لك النظام هنا معليش وسطات مين وسطات صار نفس اللي صار ما ادري ايش صالح ذا انا ما اعرف عسكري هلا طب يعني احنا قعدنا قبل امس يعني ساعتين شوي عن سرعات يا قلبي اسمك مسجل سؤال يا لا لا اجى ثابر وصاحب الاسئله كله صار يقولنا تعالوا بكره وبعد بكره تعالوا قدموا احنا مستعدين ممتاز كلام سليم ممتاز طيب هل انتم سجلتوا اساميكم انا كنت قاعد اول دور لا يعني اول لا المشكله انا 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 اسالك سؤال سجلت اسمك قل لي اي ولا لا خلاص انا ايش ذنبي اذا ما سجلت اتوقع ماينكرافت هو انا بس بستنى الاسبوعين هذول يخلصوا عشان احسن اتحرك على كيفي انا واحد قد لك يطبق النظام اسمك موجود لا احطك قدام ما عندي شوف
ببيض الله وجهك، عارفين والله زحمه وفوضى من الطلاب، ولكن عطنا الحين جانا. انا اعطيتكم شيء، اذا سمح العدد اكتفى العدد ابد، انا اقول لكم العذر والسموح. اذا والله بقى من العدد طلب منهم معالي ثابر، اسمعوني بصلاتكم، أيوة. اذا احد طلب عدد زياده بقول لهم في مجموعه برا تحتاجهم ندخل تحتاجهم. انا اذا ما احتاجهم ما اقدر اقول شيء، انا يعني في بصيص امل، في بصيص ان شاء الله نقول يعني. ان شاء الله بس انتم التزموا، نقعد ولا نروح؟ طيب اوكي، بس الله يبيك احنا بنجي هنا يا حضرتك، خلاص استريحوا هنا، خليكم هنا استريحوا خلاص بشكل طابور يا شباب زي ما كنا اول اخر نص. طيب يلا ابشر خلاص صح، يلا رجع يا الاسمر يا حبيب مكانك، خلاص ارجع يا الغلوف. والله شلون انكم تكثرتوا هنا. طيب يا شباب اقلها يسجلوا اسمعنا. طيب للتقديم الجاي شفتوا بالارض اعطيتني اياها، ما شاء الله ما شاء الله. شباب عنده حاله 70 يا شباب، دخلوه يا هلا. ابغى اروح للملحاض اتخبى والله خشيت والله ما ظنيت. يلا اخويا خش ولا لا؟ خش جرب، خش خش شوف. خش يا خش. اخويا خش ولا لا؟ يلا خش خش ابو ترى خش ترى يعني ترى بطل تعليمات الراديو يا اخوان. الله يعلم رزقك. عليكم السلام. السلام ورحمة. ايش في؟ الله بوزع فلوس تبي؟ في تقديم مطعم. تفضلوا يا عيال. والله معاكم يا عيال، التقديم الجاي راح تكونوا اول الناس تمام؟ اكيد اكيد. احمد ليش تقول علينا؟ لا تشرفنا زي اخبارنا. طيب يا معالي اقلها الاسماء. طيب اقلها اسماء يا عيال. اسماءك وعنا اسماءك وعنا عندك. انا ما اسمين. طيب ايش اسمي؟ سؤال ايش اسمي؟ اسمي عندكم. اسمي عندكم. طيب ايش اسمي؟ ايش اسمي عيال؟ ممكن تدخلوا الموقع، ممكن تدخلوا الموقع بس ممكن خلاص احنا طابور هنا من اول. ما من ازعجناك شي جوا الشباب؟ خلوا له موقع شباب. عيال خلاص انا انضغطت مره انا انضغط والله. يا اخي صل على النبي، صل على النبي والله. يعطيك العافيه عيال، التقديم الجاي حياكم الله. متى التقديم الجاي؟ بعد قرن سنه. خلى الموقع خلك بالموقع هو يقعد صح. يلا اتوبيسات اللي ورا يلا مين يخلطنا عادي. نصيحه اطلع من الموقع نصيحه. والشباب اللي دخلوا بنبلوا هلا صح؟ بيبلعوا كمان. احنا بنبقى هنا زي الزلايا. يلا والله شكلي بخش في امل احس. خش خش خش. انا بخش. يلا روح انا غايب. مشان بقدر يلا. قام طاح يا حبيبي. مشان. مشان. قومي قومي خش. يلا يلا. تعال يا ابو طقم بني اسمع. مين اللي بني؟ انا البني. انت. صراحة خليك ما ادري انا في عيني ابيض. مو بني. المشكلة انه مو راضين. ولد شباب نخش كلنا. خشي واحدة ايش رايكم؟ خشي واحدة. ترى يلا يلا ترى خشوا النن. قوي. خش مشان قلت لك وقف على جنب. شو اسمك؟ سيح اسمعي معالي السايكو كيف تسمعني؟ طيب يا عيال من نام صاف معنا، متى نزل تحت؟ طيب يا سلطان حسين الله الدنيا ما تمشي من هنا الا بالموجود. شباب معاكم اقل من دقيقه، اذا ما كان القاعه هاي مخليه راح تم سقطكم جميعا. طب نكتب اسمينا عشان نكون جاهزين بكره. صح طيب حلو. شوف انا اخوك شوف شكرك ابشر انا. يلا اكتب اسميكم برا تعالوا معي برا. صحيح. طب انا اول قبل امس قعدت ساعتين عشان ما احلها برد عليه اليوم. ما في تكفى بخش ما بتزبط. طب مش بكره 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 تقديم. تقفل الباب يا شباب و طبر وراي يا عيال. لا مش يعني شهرين يعني والله احس ما في شيء بكره. يبي يبي طبر وراي يا اخوان. سريع 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 يا اخوان قبل ما ينادوني يلا سريع. طبور مو كذا خلص وقف ورانا خلص يا عيال. اول واحد اخر واحد راح سجل اسماء الكل. بسرعه طابور ورا بعض. يلا طابور يلا طابور يلا اصنع يا اخي واقف ورا. طيب ليش واقف؟ اصنع يا ذا مكاني ذا مكاني مكانك مين والناس نايمين؟ في احد هناك جاي قبلك انا. لا سولف. لا شيخ الله لا يبلان. لا سولف. اي والله يلا بسرعه قول اسمك الاول. اوه مليك خله سبحان الله ايش في نبعه. كارلوس عدنان
علمك يا طيب. طويل العمر ترى جد دفع ما شاء الله. بعده محمد سعيد ما شاء الله ثلاثه. انا موجود بتقديم ثاني. شباب شباب ودي اصور للبيع. واخر واخر اسمعهم موجود نفس المكان. دا ايش الوطن اهم الودي. سلك سلك بس يعني بتعرف سريع هويتك. اضرب فيه اخوي حس اني كويس. خالد كشميري كشميري. شباب ليش صفين هنا؟ وش الموضوع؟ ابد ابد بس ابزوا اكل. ايش بعده بوزعوا اكل اللي بواقف في الصف لازم يدفع عليه 200 دولار يا قلبي. قدامي قدامي ارجع ارجع عشان اكل بعده يا اخوان. ليش صفين هنا؟ لا اسمك صفي تاني يا شباب. كروزاكي صحيح. كان ايش اسمي انا نسيت. مقبولين ولا لا؟ بعده طيب راح اقرع قاسم ضحيده. مو الحين مو الحين بعد بس قاسم ارجع على ورا. قصدت بايخه انا من قدامك على ايش. بالغلط بالغلط. سدد 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 قد اضرب لي الدم. والله يا عيال احس قاعد يصرفون. شكرا. والله ما قاعد يزيد. محمود البنا يا اخي. محمود البنا البنا ممتاز. اللي بعده جوزيف كريستوفر طول عمر. هذه الهوية. وين خايس؟ كريستوفر؟ ايه صحيح. اللي بعده يا عيال فايز يرد علي. اي سم دي السلام عليكم. فايز خالد تفضل. انا مش ما عندي تفضل. انت اعطيتني الا الله يعطيك العافيه. ما تفرق البعد جاتك الهويه. سعيد العلي. ابراهيم ابراهيم الشمري. يا عيال الصوت بالله عليكم اسمعوا. والله ما نسامعه. ايش اسمه؟ ابراهيم الشمري. ابراهيم الشمري هذا يعني صوت كويه. لازم خبز الشمري. اللي بعده سعيد العلي. بس طول العمر انت قاعد تسجل هنا. اي والله تبي اعطيك اسم الاول كارلوس عدنا. لا خلاص خلاص استغفر الله العظيم. ايش اسمك؟ سعيد العلي. ايش؟ سعيد العلي. ما ادري بس ايش اسمه. اللي بعده شكرا. 2247 حياكم الله شباب. ودي احمد جابر للبيع. موجود اخر السنة. يعطيكم العافية شباب. عسكري بس موضوع ممكن. التقديم الجاي اخوان. عمر صاحبك علي طلع عمر. التقديم الجاي اخوان تمام؟ ايوه. لانه انتم كثير استنيتوا راح تدخلوا قبل الناس كلياتها تمام؟ طيب متى التقديم الجاي؟ عندك علمي طويل. والله عرفت الصورة بس ما نذكر بالضبط. بس على حسب علمي شهر انا شهر انه خلال ثلاثة. خلال خمس ايام عندهم تقديم ثاني. قطاع راح فرع خفر السواحل. حسب علمي. ان شاء الله. يب يب اكيد. حيكون مسؤول عن تقديم معالي السايكو. زين وين سجل؟ من وين سجل؟ بلاغ بلاغ. وين سجل؟ عشان تقديم. نفس الشيء نفس نفس كذا. هل في قوانين مثلا او شيء؟ شوف مثلا اصرفك ما بسجل اسمك بتعب حالي على ورقه. انت صحيح صحيح لا تشكك بمستقيات العسكري. لو سمحت زي سجلني معاك الورقه. سجلني معاك الورقه. عسكري عسكري هذا ما انتظر. ما انتظر ولا دقيقه. انت توك جاي توك جاي. ليش تسجل اسمك؟ الشباب هذول مستنين يومين ورا بعض ومغيرين دافعين 15 دولار. راح تسجل اسمي. لو سمحت حلمي والله العظيم حلمي اني ادخل. خليه بحلمك. احلمك المره الجايه ان شاء الله. شباب شباب اللي بيعدي الباب ما يزعل مني تمام. ما تعديش. ما يزعل مني. اللي بيعدي الباب ما يزعل مني تمام. طيب شكرا الله يسعدك. مع السلامه. بروح برجع على بيتك عامي. نزل عادي بزلت عادي. اخذ سياره شرطه. ايه يلا عموما ما شاء الله يا رقدة. سبحان الله زي رقدة الرقدة حقتي. السلام عليكم. هلا. جيت سالت واحد من فين اشتريت سياره قال لي من المينا. فين أجر المينا؟ روح المينا. وين المينا؟ المينا عند البحر بتلاقي. شو محدد لي يعني عندك يعني في هناك معرض شفت. ليش ال 3705 مربع 3705 تحت في الجنوب. في الجنوب تحت شمال جنوب شرق في في علامة قارب والمربع رقمه دقيقة 3705 تمام.
معرض هناك ولا ليش؟ والله يعني روح شوف جرب ما ادري صراحة انا يعني الى الان ما رحت سوق الهبل يا مدير جيب فلوس بيعطيه للبائع والبائع بيعطي السيارة انا يسخلني طيب روح اسأله اثنين بالتوفيق فكرني جوجل مابز